رحنا في مديرية العبدية، هنا نلتقي بالمقوات السمك المزارع. جعبل المزارع، مزارع قات درجة أولى من مديرية العبدية، والله لا يوجد لا في حريب ولا مهرب ولا أي مكان. أحلى حتى من قات ردمان وزعطان وفلتان والقات العنسي ولا الحبيب. قات حالي درجة أولى. هنا بمديرية العبدية، هنا بقرية الثابتي. ما شاء الله. خلاص انا ما عاد اروح البلاد، اجلس اخزن لي في ذا البستان. حياك الله. الله يحييك. انا وياك واحد. اجيج. اجيج. اجيج من الحين. قلنا لك بعد ولد انا مهل حالي، قلت ما نقطف. اقطف للقوم، خزن للناس بفلوس. عزيز شفت ناكل. احسن احسن. هذا القات في مديرية العبدية. أفضل قات يعني بمحافظة مأرب، ما شاء الله. سبول سبول. احسن تعال تعال. مزارع القات. مزارع القات الحجلة. في الحجلة هذه في مديرية العبدية. لكن هذا المقوتي ظالم شوي. ها مزود علينا في السعر. مزود عليك؟ ايه قطعنا من الرقبه.